على بالك علاش جبناك لهنا؟ اه راكي دايره تهمه صح انا ما راكي متهمه باختطاف قاصر طفل غير مميز. شوفي الاخت عندنا دليل مادي عندنا دليل مادي اللي متمثل في الكاميرا المراقبه انه يتخلص منك ما كانش حاب يجي معاك صح علاش وشنو هو السبب اللي خلاك انك تربطي الطفل كان رفقه العائله تاعو واستغليتي الظروف انا ما صرفت انت راكي متعامله مع مرت خوك ماشي متعامله معاها في جريمه خطيره جدا انت راكي متهمه في قضيه اختطاف طفل غير مميز في عمره عامين اللي قامت بالاختطاف تاعو شقيقه الزوج تاعك هكا شقيقه الزوج تاعك اختطفت الطفل في عمره عامين على مستوى القبه مباشره قامت بالاتصال بك هاتفيا وقالت لك بلي راني ديت الطفل واش ندير كي عيطت لك الاتصال هاتفي انت واش قلتي لها انا شفتها قلت لها شوفي الا لقيتي مالي حطيه ولا روحي لابريكاد باش ديري وسم قالت لي انا فرشه ما نلقاش واش ندير نو التحريات الاوليه اللي عندنا هنايا ما قلتي لهاش هكاك انتيا قلت لها مباشره جيبيه لسحاوله لعندي مباشره قلت لها جيبيه لسحاوله لعندي قلت لها جيبيه ما قلت لهاش حوسي على مولاه احنا عندنا دليل تقني وعندنا دليل كلش ما تقولش راح انت مباشره بعد ما بدلتي له توجهتي مباشره بتواطؤ الزوج تاعك اللي كان على باله باللي الطفل هذا راهو مختطف بالتواطؤ تاع الزوج تاعك تحولتي مباشره الى مقر اقامه تاع والديك الطفل مختطف يوم الجمعه تخطف الصباح والعشيه الحمد لله بالمساعده تاع الضبطيه القضائيه تاعنا تمكنا وسرجعنا الطفل لقيناك باللي انت هي منخرطه في عده مجموعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك هذه المجموعات متعلقه ومتضمنه والمضمون تاعها الاطفال الرضع على بالك علاش راك موقوف عندنا قالوا لي على جال الطفل صح راك متهم في قضيه اختطاف طفل غير مميز مع المشاركة والتبليغ والتستر. واش عندك انت في القضية؟ الأخت تاعك خطفت الطفل قاصر وجبتو للزوجة تاعك، أنت كنت على عين ولا ما كنتش على عين؟ يا شيخ أنا ما كنتش على عين بصح أنا لو فات أنا كنت في الدار لحقاتو من المرأة تاعي كي جابتو لنا للدار كي جابتو لنا للدار كنا خلاص قلنا لها من جبتي الطفل هذا؟ شنو اللي خلاص؟ طفل قاصر غير مميز في عمره عامين جابتو أختك للدار الزوجة تاعك روسيفاتو شداتو وانت لا علم وعلى بالك بكلش علاش ما قلت لهاش رجعي شوف عندنا دليل مادي عندنا دليل علمي عندنا كل الادله نزيد نعطيك دليل انه قبل عمليه الاختطاف اللي قامت بها الشقيقه تاعك كانت تكون هناك اتصالات هاتفيه بينك وبين الزوجه تاعك وبين الشقيقه تاعك قبل عمليه الاختطاف واثناء عمليه الاختطاف وبعد عمليه الاختطاف ثم انت يا حبي يقول كان على بالك بكلش واش يصرى سؤال. الحمد لله تفضل وعاد ولادك كيفاش راك احساس تاعك